استشعارا بالمسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية تجاه أبناء المجتمع. وبمبادرة هي الأولى من نوعها، ساهمت اللجنة المجتمعية بمدريات رداع في تبني دعم وتشغيل مركز العزل الصحي بمستشفى رداع المركزي، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة لمواجهة تداعيات وباء كورونا. قناة الساحات أجرت مقابلة خاصة مع رئيس اللجنة المجتمعية محمد جارالله سكران، وذلك من أجل الاطلاع عن كثب على الدور الريادي للجنة المجتمعية في دعم وإسناد القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا. اللجنة المجتمعية جاءت كحالة إسعافية لمساندة مركز العزل لمرضى وباء الكورونا لكي يقوم بمهامه، وكحالة إسعافية، وندعو المواطنين الذين المشتبه بهم في بمرض وباء فيروس الكورونا أن يسارعوا إلى هذا المركز، حيث أصبح المركز مجهز ببعض التجهيزات التي تستقبل هذه الحالات. ولفت رئيس اللجنة المجتمعية إلى أن غياب دور المنظمات الدولية المعنية بمواجهة تفشي الأمراض والأوبئة ومنها فيروس كورونا، وعدم استجابة وتلكؤ المنظمات في المسارعة في دعم مركز العزل بمستشفى رداع المركزي، مما استدعى تضافر الجهود المجتمعية إلى جانب القطاع الصحي الحكومي في ظل الأوضاع العصيبة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والحصار. نشكر مكتب الصحة ومركز العزل الوبائي في المستشفى المركزي على جهودهم، ولكن الجهود التي يقومون بها لا زالت تحتاج الكثير والكثير، سواء من اللجان المجتمعية، سواء من المنظمات الدولية، سواء من الجهات الحكومية الرسمية. وثمن رئيس اللجنة المجتمعية جهود العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة ومركز العزل العلاجي لمواجهة وباء كورونا بمستشفى رداع المركزي، داعيا إلى ضرورة تعاون المجتمع والحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والمنظمات الدولية والإنسانية لدعم ومساند القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الضرورية والطارئة، داعيا الجهات والمنظمات الدولية الداعمة للقيام بواجباتها الإنسانية نظرا لسوء الأوضاع.